النهاردة هنتكلم عن المدارس اللي أنا اتعلمت فيها بالتفصيل. يعني اتعلمت في القاهرة في 4 مدارس. الأولى كانت مدرسة أحمد مهدي الابتدائية، وكانت عبارة عن قصر. يعني تدخل المدرسة تلاقي فيه جنينة صغيرة كده، وتلاقي فيه مبنى على اليمين مبنى الإدارة، مبنى في الوش اللي هو مبنى المدرسة نفسها. مبنى المدرسة ده كان الدور الأرضي فيه غرف للمزيكا، حصة الموسيقى، حصة الرسم، وبعدين حصة تربية زراعية وحصة تربية منزلية. في التربية المنزلية كنا بنتعلم ازاي نعمل مربى، والتربية الزراعية كنا بنتفرج على النباتات يعني، والمزيكا كان في عندنا كم آلة موسيقية كده، والرسم كنا بنقعد نرسم تحت مع بعض. نطلع في الدور الأول كان في 6 فصول فقط، أولى وتانية وتالتة ورابعة وخمسة وستة. وكان في كتير جدا من أغلب المدرسات أو المعلمين كانوا مدرسات، وكان بعض المدرسات بيتبحبحوا في إنهم يقعدوا على راحتهم قدام الأطفال، لأن دول أطفال مش فاهمين حاجة، وللأسف يعني كان جزء من سواقاتهم بيبقى باين إنهم أطفال، وأطفال كانوا بيتكلموا عن الحاجات دي قدامنا. طبعًا لما نخرج من المبنى الأساسي بتاع المدرسة للخلف كان في ملعب كبير، كان لطابور الصباح، وكان للي هو الأنشطة الرياضية وملعب كرة قدم في نفس الوقت. جنبها كانت مدرسة المحمدية الإعدادية، وكانت أكبر بكتير جدا من المدرسة دي، وبرضك كان فيها مبنيين كبير، مبنى على اليمين أيضا كان للإدارة وبعض الفصول، والمبنى اللي كان في الوش كان كله للفصول الدراسية لسنة أولى وتانية وتالتة، وكان فيها بهوين أو فنائين فسيحين كبار قوي يعني لطابور الصباح وللألعاب الرياضية. المدرسة اللي انتقلت لها بعد ما انتقلنا لمدينة الأوقاف والمهندسين اللي هي اسمها باب الإسماعيلية، ومش قادر أتذكر إلا أنها كانت في وسط السوق بتاع شارع الكتكات أو حاجة زي كده في إمبابة. الرابعة كانت اسمها مدرسة الجيزة الثانوية، اللي هي كانت فعلا مدرسة كبيرة مبنية فيها ثانوي، كان فيها ثانوي علمي وثانوي ادبي، وكان فعلا مدرسه فيها ملاعب وفيها كذا وكذا، كل الحاجات دي كلها. دي كانت في وسط ميدان الدقي، كنا بنمشي من بيتنا في شارع علي حسن عطيه او شارع الجود الى النصر، هناك بياخدنا حوالي مش اقل من نص ساعه. وفي وسط الطريق بتاعنا ده كنا بنعدي على مسجد الكواكبي اللي هو تسمى بعد كده اسمه مسجد فريد شوقي، عشان فيله الممثل الكبير فريد شوقي كانت قدام المسجد. كنا دايما واحنا خارجين من المدرسه بنخرج متاخرين عشان نلحق صلاه العصر، الظهر قبل العصر، كان كلنا كمجموعه بنصلي في المسجد ده صلاه الظهر قبل ما نوصل البيت. وكنت بكون انا وعزت وهشام وبعض اصحابنا اللي كانوا معانا في هذا المكان. طبعا هنا كانت لسه الازمه الكبيره بتاعت اعداد الطلبه اللي في الفصول كانت ايه مش متفاقمه زي دلوقتي يعني، بس انا حضرتها وانا في ابتدائي. كان الفصل اللي انا كنت بدرس فيه في ابتدائي كان فيه حوالي 40 ل 50 طالب، يعني ما كانش فيه استثمار في بناء مدارس او في التعليم في الوقت ده. وده يعني طبعا المدرسين كانوا بيتفانوا في تعليمنا، لكن للاسف الحكومه كان انفاقها مش على التعليم، كان على اشياء اخرى. اشكركم على مشاهده الفيديو هذا، وارجوكم انكم تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم واقربائكم، والسلام عليكم ورحمه الله.